إلى جانب جودة الملاعب والحضور الجماهيري المعتبر، تشهد النسخة السابعة لشان الجزائر تغطية إعلامية مميزة بالنظر للعدد الكبير من الصحفيين الأجانب المعنيين بتغطية البطولة، والذين أشادوا بحسن التنظيم والتسهيلات المقدمة لأداء أعمالهم في أحسن الظروف. الملاعب التي قدمت الجزائر حاليا جدا مذهلة، وهو ما يؤكد أن الجزائر أصبحت اليوم عاصمة للرياضة بشكل عام وفي إفريقيا ككل، ومتأكدين بأن الجزائر تستطيع أن تنظم أكبر البطولات العالمية وليس فقط البطولات الإفريقية والعربية. كنا نعرف الجزائر والآن نكتشف واجهة أخرى للجزائر على المستوى التنظيمي. الأجواء استثنائية، الناس مرحبون، لا يوجد مشاكل. حفاوة الاستقبال والأجواء التنظيمية المثالية التي تشهدها مختلف الملاعب الأربعة المعنية بالبطولة أمور استحسنها كل الصحفيين الأجانب، لا سيما الإفريقيين منهم الذين أكدوا أن الجزائر تعتبر البلد الثاني لكل الإفريقيين. وجدت الأجواء جيدة والترحيب مثالي، حيث يوجد مرشدين في كل مكان. بمجرد وصولنا إلى الملعب يتم إرشادنا للمركز الإعلامي لاستلام تذاكرنا. البلد مرحب والناس طيبون، نشعر بأننا في بلدنا الثاني. شكرا للجزائريين على هذا الترحيب. كل شيء كان رائعا حتى الآن، التنظيم ممتاز، الملعب جيد، وهناك كرة قدم مسلية أيضا، لذا فإن الجزائر تقوم بعمل ممتاز. اعتراف وسائل الإعلام الإفريقية وحتى الأجنبية بالمستوى التنظيمي الجيد لبطولة الشان يؤكد مرة أخرى قدرة الجزائر على استضافة كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.